طيب خلينا نشوف وجهة نظر تانية ومسلك تاني خالص، مسلك تشريعي وقانوني يمكن يريحنا من الصداع بتاع المستريحين ده. رحبوا معايا بالنائبة والصديقة العزيزة دعاء عريبي، نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير دعاء هانم. مساء النور وتحياتي لسيادتك ولكل الساده المشاهدين. اخبار حضرتك ان شاء الله تكوني بخير. تمام الحمد لله. انا عارف ان حضرتك مقدمه تعديلات ومشروع قانون فيما يتعلق بقصه المستريح دي، اللي من وجهه نظر حضرتك التعديلات المقترحه دي ممكن شويه تحد من هذه الظاهره. قبل ما اسمع التعديلات اللي حضرتك مقترحاها، انت سمعتي معايا المكالمه اللي كانت موجوده دلوقتي على الهواء؟ تمام. عندك تفسير او تبرير؟ يعني الراجل نفسه هناك الواحد من الضحايا المتحدث باسمهم بيقول انه خلاص الناس سمعت وعرفت وبتاع، بس لو طلع واحد بكره غالبا الناس هتروح برضه تديله فلوس. فعلا يا فندم، حضرتك عارف جثات قديمه وافكار وحاجات يعني موجوده من قديم الازل، فاحنا واجبنا احنا تشريعي وسيادتك ك يعني منبر من منابر الاعلام ان حضرتك تعملوا توعيه، دور العباده، تربيه وتعليم، تضامن كل الاجهزه والجهات المعنيه اللي في الدوله، نعمل واجبنا توعيه للناس. صحيح. واحنا دورنا بقى تشريعي. مظبوط. طيب خلينا في التشريعي وقولي لي حضرتك شفتي الظاهره ازاي ومقترحه ايه عليها. تمام حضرتك. انا مشروع القانون اللي تقدمنا بيه كان انا اللي تقدمت بيه كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. أيوة. بيشمل حاجتين. اول حاجه تعديل الماده 336 من قانون العقوبات، وهي خاصه بجرائم النصب، علشان التصدي طبعا لظاهره المستريحين اللي احنا بنتكلم عليها اللي انتشرت في اغلب المحافظات في الفتره الاخيره. ايوه. ودي كانت حاجه جنحه بيعاقب عليها بالحبس. يعني اقل عقوبه حضرتك 24 ساعه وبتصل لثلاث سنوات. كويس. وانا طالبت ان هي تكون جنايه، يعني عقوبتها السجن، يعني حاجه من ثلاث سنوات ل 15 سنه. كويس. وغرامه من 50,000 ل 200,000 جنيه، علشان يكون العقوبة رادعة للقائمين بها والحد من تلك الظاهرة. هي الأولانية أستاذة دعاء تمشي، اللي هي فكرة تحويلها من جنحة إلى جناية، فتغليظ عقوبة السجن دي أنا في رأيي إنها رادعة شوية، لكن ال 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 العقوبة المالية في رأيي لسه برضه. خد بالك، أنت سمعت الأرقام؟ 288 مليون و137 مليون، حاجات تخض. فيعني 50,000 و200,000 بالنسبة لهم ده فكة. ما انا مع حضرتك، بس دوت احنا طالبين ان هي تبقى العقوبتين، وان برضو القضاء له يعني سايبين الساحه للقضاء للقاضي. فكرة بقى التعويض المدني. يعني حسب بقى ما المستريح زي ما بيقولوا والنصاب، يعني انا اسفه يعني، بس هو نصاب جمع الفلوس، هم بقى تقدير لهم. يعني احنا بنقول 200 وممكن يتضاعف على حسب حضرتك. تمام، مفهوم. تمام. وبرده في بقى ظاهره ثانيه خالص اللي انتشرت برضو، اللي هي ظاهره الدجالين والسحره والمشعوذين. القانون المصري لم يتصدى لها بشكل مباشر خالص. تمام. احنا تعاملنا، هم بيتعاملوا معاها كجريمه نصب. ايوه. فوضعنا مواد لتجريمها ومعاقبتها من يقوم بعمل السحر، وايضا من يذهب للدجالين لايذاء الناس، ومن يجلب اي كتب او طلاسم داخل البلاد خاصه بالسحر، وايضا كل من يروج السحر او الدجل باي وسيله من الوسائل، ومنها وسيله التواصل الاجتماعي. حضرتك بتشوف كل يوم مواقع التواصل وقنوات زي مثلا رد المطلقه. يا نهار ابيض، والشيخ البلبولي اللي جه اخيرا وعمل وعمل مش عارف ايه، ده يرجع ده يرد المطلقه بالتليفون من غير ما يشوفها حتى. شوف العظمه. وام فلان اللي فك السحر. فطبعا كل دوت احنا حاولنا نعالجه بالقانون. يعني عندك حق جدا جدا جدا، وانا معاكي جدا 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 في الاثنين، في موضوع التصدي للدجل والشعوذه والخرافات دي، لانه اي دجل وشعوذه ده معناها غياب العلم، وما دام غياب العلم يبقى معناها امه في خطر فورا. ثانيا طبعا بقى يا رب تكون التشريعات الجديده او التعديلات اللي مقترحاها دي تسبب حاله من حالات الردع شويه، رغم ان الناس للاسف سواء المستريح يقول لك ده انا في شهرين ثلاثه هلم ملايين الملايين، والناس طبعا فكره الكسب السريع دي بتبقى مغريه بالنسبه لهم جدا. تمام. حضرتك
اقول لحضرتك التعديل بقى نص الماده. اتفضلي. المشروع الاول تعديل نص الماده 336 من القانون، يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصه او اي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروه الغير او بعضها دون وجه حق، اما باستعمال طرق احتياليه في من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او بواقع مزور او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال، او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصه مزور، واما بالتصرف في مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، اما باتخاذ اسم كاذب او بصفه غير صحيحه. دي الماده ممتاز. الاولى. الماده ممتاز. طب بس هاخد بال حضرتك بقى يا استاذ دعاء من نقطه بس صغيره. انا معلوماتي برضو حضرتك اكيد عندك مستشاريك القانونيين، انه مجرد فكره تلقي الاموال دي مجرمه، يعني في جهات معينه بس في مصر هي التي من حقها تلقي الاموال، وعشان حضرتك تعملي كيان او جهه او جمعيه او مش عارف ايه مؤسسه لتلقي الاموال دي ليها اجراءات وموافقات حكوميه وزاره التضامن ومش عارف كذا وكذا، لكن فكره ان حد يتلقى اموال بشكل غير رسمي ده في حد ذاته جريمه، قبل ما نتكلم بقى في ان هدفه الاستيلاء ولا مجرد حتى لو بيعملها وبيشتغل في الفلوس فعلا ده مجرد. تمام يا فندم. دي بقى جريمه ثانيه اللي هي توظيف الاموال وغسيل الاموال، ديت بيعاقب عليها بالسجن وبتبقى موجوده امام بتنظر امام المحاكم الاقتصاديه. تمام. ودي لها غرامه ضعف المبالغ اللي بيتم تجميعها. تمام تمام. فلازم نبقى فعلا يعني عندنا فرق ما بين النصب وجريمه توظيف الاموال وغسيل الاموال. احسنت يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا. نائبه دعاء عريبي متحدثه عن تعديلات في مشروع القانون الخاص بتوظيف الاموال وتلقي الاموال وجرائم الاموال، عشان يا رب نوقف او نحاول نحد شويه من ظاهره المستريح اللي واضح انها هتريحنا كلنا الحقيقه، بس راحه ابديه.